كيفكم؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة من توك تايم. خلينا نحكي يا جماعة. ضيفتنا اليوم حلوة، أنيقة، طيوبة، وبتجنن، وأكبر صانعة محتوى بالشرق الأوسط. بس قبل ما أقلكم من هي، لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. والضيفة هي نور ستار. ثانكيو على المقدمة الحلوة. طيبة والله، مبسوطة صح؟ صدمتوني يعني. هاي حقيقة يعني، ما فينا ننكر هالشيء. حبيبة قلبي ثانكيو. أول شيء نحن كثير مبسوطين إنك أنت موجودة، كثير، وهذا شيء كثير حلو انه انت ضيفه ببرنامجنا، يعني من احلى الحلقات راح تكون ان شاء الله. واول شيء راح نسالك سؤال بسيط واللي هو تعريفي تقريبا، انه الكل بيعرفك بس انه اضافات اشياء ما حكيتيها من قبل. كيف بلشتي على اليوتيوب وامتى؟ اوه دغري هيك بس. يا دغري 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 دغري. اوكي سؤال سهل. والله صراحه كيف بلشت وامتى؟ امتى؟ من 2014. كيف هلا؟ هي قصه طويلة وقصيرة بنفس الوقت وغريبة. بتكون تسمعوها؟ أكيد طبعاً. يعني هيك جاهزين نحن توك تايم. أوكي سو هلا أنا كتير بحب هالمجال، يعني من أنا وصغيرة بحبه لهالمجال، بس ما بعرف كيف الواحد بيعمله يعني، خصوصاً بالفترة اللي أنا بلشت فيها. يعني عن جد إنه كان أغلب الناس يكون تي في، يكونوا عندهم حدا يدخلهم المجال او يدرسوا هيك. بس سبحان الله، يعني لما انت بتحبي الشغله ومكتوبت لك ربنا بييسرها لك. فاللي صار انه استكشفت عالم اليوتيوب الاجنبي وبلشت اعمل فيديوهات على يوتيوب بالعربي، ولكن كان يعني بعقلي وتفكيري انه مستحيل حدا يعرف انه انا عم بعمل فيديوهات على الانترنت ويشوفهم. ما بعرف كيف هيك، كنت فاكره انه هذا الشيء بس انا بشوفه. وحتى لما كنت شوف ارقام كنت فاكره انه لا ما حدا بيعرف. بعدين عرفوا، صارت فضيحه كبيره بالمدرسه وصارت مصايب. و يعني بتذكر رفيقتي دقت لي قالت لي اوه انت عم تعملي فيديوهات هيك؟ قلت لها ايه، بليز ما تقولي لحدا هذا السر. قالت لي ولو، ولا يهمك، سر كبير. وانا هون اوه ماي جاد، سر كبير. ايوه ثاني يوم الصبح 7:30 الصبح فايت على المدرسه وشي منفوخ، اخوها واقف بباب المدرسه، هو اخوها كان يروح على نفس الهاي سكول، واقف بباب المدرسه، يوتيوب فيديوز، يوتيوبر، بتعملي فيديوهات، اوه ماي جاد، لابسه احمر هيك، بتحسين مفصصه لفيديوهاتي. فانا هيك وشي كيف عرفت؟ قال لي انا بس عرفت فتت على المدرسة، المدرسة كلها بتعرف بأساتذتها، بطلابها، باللي بيشتغلوا فيها. فأتوز أوه ماي جاد، أنت متخيلة يعني هاي سكول بأمريكا لما شيء ينتشر فيها كله بيعرف. يا بس حلو يعني، إن شاء الله شفتي. شوفوا هلأ أنا لما بتذكرها بتضحك القصة، بس بوقتها كانت شوي يعني صعبة إنه كمان إنه ماي جاد خلص كله بيعرفك. ومثلا في شغلات كنت أنا مشاركتها بيوتيوب ما حدا بيعرفها عني بالمدرسة، ما بعرف كيف يعني. انا كنت اشارك كثير على السوشيال ميديا. يا بس حلو يعني لما دخلتي عن جد زبطت معك الحمد لله وتوفقتي يعني، وما شاء الله شفتي الارقام اللي وصلتي لها الحمد لله. كانت قصه جميله، ويعني انه ما كنتي متوقعه يمكن هالشيء، والحمد لله. فانه هلا ننتقل للاسئله شوي اصعب. هي لسه ما بلشنا. شوفي درجه درجه اصعب. لا شوي. اوكي السؤال اللي بعده. قبل كم يوم طلعتي على الستوري ونزلتي ريل انه انت اشتريتي شنطه ومبلغها كذا، مبلغها كثير عالي. قد ايه قيمه الشنطه؟ ومبلغها كلنا قصتها لحتى انت كثير هيك انه نشرتي عنها وحكيتي عنها كثير. انا ما قلت قيمتها، ما قلت قد ايه مبلغها. لا ما قلتي، بس انت يعني من هلا ليكي بيركنز كل العالم بتعرف انه هن من ببلشوا من 10,000 دولار لنص مليون، بس الفكره مش بقيمتها الماليه او بسعرها، لانه بالحياه الناس كثير بتشتري اشياء يعني بتفكرها او بتاخذها بمحمل انه هي استثمار. فانا بالنسبه لي غير عن سعرها، سعرها مش مهم، يعني سعرها اكثر شيء مو مهم. المهم هي قد ايه قيمتها وقد ايه هي كاستثمار جدا مفيدة. جدا خطوه قويه او مصدر للدخل حلو لكثير عالم وامينه كمان. طب ليش يعني بهاي اللي اشتريتي فيها الفلوس اللي اشتريتي فيها ما استثمرتي شقه او اشتريتي شقه واشتغلتي عليها؟ هلا مين قال لك ما اشتريت شقه مثلا؟ جد. بس لا لا هقول لك شيء، الفكره انه انا بامن انه الشخص لازم يكون عنده كذا دخل مالي،
ليوصل للحرية المالية. ماي جاد بلشت احكي باستثمار بس عن جد عن جد الانسان لازم يستثمر بكذا شيء لحتى ما يخسر كل شيء فرد مرة، لانه انت اذا حطيتي كل فلوسك بشغلة معينة هالشغلة خسرت انت هوك خسرتي كل شيء بتملكيه. فهي شغلة. الشغلة الثانية يعني هي مثل الذهب، هلا انت لابسة ذهب تنبسطي فيه، حلو شكله كتير بجنن، بس نفس الوقت حاسة بأمان شوي انه اذا احتجتي بشي يوم فيك تروحي تبيعي وتاخدي فلوسك. بس هي مردودها اكثر من الذهب لانه بالسنه بترتفع 14%. واو. يا نحن حابين نسالك لانه حسناكي بتعرفي كثير بهالاشياء عن الاستثمار وهيك، فانه عطتي معلومات كمان للناس وحتى يعني بحس كل الناس لازم تعرف، لازم انت كمان تعرفي، كل الناس تعرف لحتى عن جد الشخص يوصل للحريه الماليه. هذا احلى احساس بالدنيا. او سوري ماي جاد صرت نحكي جديه كثير. لا لا عادي عادي، انا متعوده احكي هيك بودي هادي صح عن جد انه اوكي يعني اوكي خذوا اللي بدكم اياه بس ما تاخذوا خلونا نضحك. فانه خلصنا قبل ما نبلش الفقره، قلنا هلا رح نبلش باول فقره واللي هي 5 بـ1. اوكي جايز، طبعا نور حاسالك سؤال. اسم الفقرة 5 بـ1، بتعرف ليش اسمها هيك؟ 5 بـ1 يعني هي أسئلة، بس ليش اسمها 5 بـ1 يعني؟ ليه؟ لأنه 5 أسئلة وإذا ما عقاب. إذا ما جاوبت على سؤال واحد فيلك عقاب. يا هاي بعرفها. جاهزة للعقاب؟ لا، رح جاوب على كل شيء. أوكي يعني جاهزة للأسئلة. كل شيء اسألوني. أوكي، رح أبلش. سؤال سهل جدا يعني. شو أكثر غنية تكلفتي عليها؟ بزنس. كم؟ انتوا شو قصدكم؟ كم الشنطه كم الغنيه كم ليه ما شريتي شقه؟ لازم شوفي يعني لازم كم ما فيه اوكي دقيقه انت بتعرف انه بمجالنا نحن في عقود طبعا، في اشياء بالعقود ما فيك تحكي عنها يعني هلا. بس انا في اقول لك قد ايه دفعت على الغنيه بشرط. شو هو؟ بسوي تسوي؟ اوكي قولي لي انت قد ايه دفعوا لك الان عشان هذا الشغل؟ سؤال بعده. لا 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 خلف الكواليس مو انا كمان بقول لك خلف الكواليس بس يعني بدك تخبرك ولا ما تخبرني؟ ايه كثير كثير. بتحسيها تستحق؟ اكيد لانه قريب يعني علي كثير الغنية. هاي يمكن اكثر غنية بتحبيها. ايه بحسها اكثر غنية لقيت بقول للناس بزنس از بزنس يا حبيبي بزنس. اوكي انا مش رح نقعد نغني ونطلع اصواتنا هلا نحن لانه ما فانه جاوبت على اول سؤال شكله ما رح تطلع. يلا لسه في 4. اوكي السؤال اللي بعده. الله يستر الله يستر. بنشوفك كثير بتصوري، مو كثير يعني بس اغلب الوقت بتطلعي كريم معك بالستوريز. شو علاقتك معه؟ ايش عم تضحكي؟ علاقتي؟ العلاقة؟ علاقة ملابس. يا الله خليني ارجع على الجد مشان الله. علاقتي انا يا ربي بخاف اقول بس علاقة ملابس. شوفوا يعني يا الله لا 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 عن جد شو علاقة؟ بتعرفوا هاي النكتة بيني وبينه لأنه كثير عالم بيسألوه بيسألوني، فكل ما حدا بيسألنا سؤال بنقول لهم علقتنا ملابس. هلا لما سألتوني فكرت أقولها ولا لا؟ لا نحن رح نمشيك ما رح نمشيها شو علاقتك؟ اوكي جاوبت هلا لا حبيبتي انت سألتيني انا جاوبت. طب اوكي نزلتي هذيك المرة على الستوري انه انتوا بيست فريند. عن جد انتوا بيست فريند ولا فريند ولا شيء ثاني؟ انا قلت احنا بيست فريند. يا بس سألتي هل تعتبر علاقتنا بس فريند؟ يا اوكي بس فريند. بس بس فريند يعني شو في غير في فريند؟ في اكثر من بس يعني بس 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 فريند فيك تكلمي في اكثر من في ليفلز يعني في كثير ناس فبتحسي اي ليفل يعني هو ليفل حلو هلا يا اوكي ليفل جود يعني اوكي ما عم نحاول نوتره ونورطها ما عم تزبط معنا نورطها اوكي السؤال اللي بعده شيء صار معك بعالم السوشيال ميديا وتصرفتي فيه بطريقه غلط يعني ما عرفت تتصرفي وندمتي انا؟ يعني انه جبت العيد قصدي يعني اكثر موقف حسيتيه جبت العيد فيه السوشيال ميديا وكان يعني للناس معروف بالسوشيال ميديا اهم شيء موقف جبت العيد فيه لازم على السوشيال ميديا؟ يا لازم لازم على السوشيال ميديا في حياتي الواقعيه يعني مرات واحد بيعمل فيديوهات بندم عليها طيب اوكي انا بتذكر اوكي اوكي تذكرت موقف يلا سو مره عملت فيديو على يوتيوب واخذت بيضه وكسرتها فوق راسي
وكان عمري بهذاك الفيديو شي 15-16 سنة، وكنت كتير صغيرة. فهذا الموقف أنا كنت أنا كتير معجبة بشاب وبنت أخته بتتابعني، فأجت يعني عم بتفرجيني فيديو قدامه وفتحت لي هذا الفيديو وشوفتني إياه. وانت عم تفقع عرفت كيف؟ وانا عم بفقع يعني تخيلي، ولا وانا كنت كثير يعني مزبطة حالي نو ليك ماي جاد. هو عم بيقول لي بنت اختي كثير بتحبك وهيك، وجت قالت لي ليكي هذا الفيديو اكثر فيديو بحبه لك. ام لايك سو جايز حفى على راسي بيضة وعم يتوسط طح، وهو هيك عم بتطلع بتحسين صدق يعني بتحسين هاي روحه هيك انرجت هيك انه لك هي انت يعني كان بده يقولها بس هو ما قالها بس قالها يعني انه هي انت. قلت له 15 سنه يعني انه اوكي شو متوقع يعني الفيديو كان قديم كثير انه والله لك هلا انا شوفي هلا ما تشوفي. فاحيانا بتصوري قصص ببيتك وانت ما مفكره انه رح يعني تلحقك الحياه. يا بس عادي، المهم الفيديو فادك يعني، وانه هو اللي يمكن ساعد ما فادني بالعكس يعني نقطه يعني بس احكيه ولا لساته؟ لا لساته ما بمزح يعني نادرا ما بمزح يعني. اوكي بس فقعتي بيضه على راسك. اوكي والله في اشياء واحد بيعملها لما بكون يعني صغير ما بيتخيل انه بكره بيكبر وبشوفها. يا صح يعني انا هلا مستحيل افقع بيضه على راسي. شوفوني بفيديو لا لا عم تفقع. والله اوكي والله اوكي ارسلني انا بصورك تحدي بس لا. او ماي جاد او ماي جاد يا يا بس بتحسيها ذكريات حلوه يعني بتضل. اكيد اكيد يعني والله بس عادي اتس فاين يعني اللي ما بيقبلني بماضيه ما بيقبل ما بيستاهل حقوق. اوكي اوكي في شيء لفيت يعني هذا فهمنا عليك فهمنا عليك انا كمان حسيت. اوكي اوكي السؤال اللي بعده، حدا بتحسيه بالسوشيال ميديا ما بيستحق شهرته اللي هو فيها هلا؟ بوم طح طح. ايه اوه اسم بدي اسم. ايه قول اسم. عندي اسم بس استني. اوه ماي جاد استني لا تقولي لنا بنين. لا 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 ما في حدا من انه بتاخذ مش كرسي ولا خيي بس عربي يكون يوتيوبر عربي. هلا ما بعرف صراحه شو جنسيته يعني، هو ممكن يقرر جنسيته. اوكي بس عربي يعني انا ما في اجي احكم على جنسيته. سوشي مين قطتنا؟ أقول لك ليه؟ لأنه ما بعرف سوشي تعتبر أمريكية لأنه خلقت بأمريكا صح؟ بلا مع الباسبور فهي جنسيتها. بس إنه عندها حساب عنده ما بعرف عندها لا عندها. تحمست انا عايز احكي اسم يوتيوبر لا اعيدلك عندي حساب بانستغرام كبير بس ماني يوتيوبر في متابعين وما بتنزل صور ولا بتحترم متابعينها. فانا بحس انه الشخص لما يكون عنده متابعين لازم يحترم متابعينه وينزل لهم شغلات حلوه. سوشي عندها متابعين ما بتنزل اشياء. ميو في مشكله واحده بس انه هي عن جد عم تحكي جد ومعصبه. هاي الفكره عن جد الحيوانات هن مش يعني اشياء ثانويه، هن مثلنا مهمين بشر طبعا. بس يعني اكيد ما راح يطلع ستوري يا جماعه انا اسف ما نزلت بس انه لا لو سمحتي ما تهينيهم، هن حيوانات ونحن بشر كل واحد بـ 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 يعني بتهينيهم حاسين ان الاهانه احنا الاهانه للحيوانات. انت ما بتنهاني لما بيقولوا لك انت حيوان يعني نو او عندنا انت انسان فهن يمكن ما بتعرف احنا ما بينا نحكي معهم يعني. انت متخيله انه انا هلا لو حدا اجى قال لي انت حيوانه دائما بتقولي اه ليش انت عم تقلي هيك؟ نور قد ايه عمرك؟ لحتى عم تحكي بهالمواضيع هلا هلا شيلك حسب الشخصيه اللي انت عم تحكي معها يعني. هلا مثلا ممكن 10 سنين ممكن قبل شوي لما بلشنا الحلقه 40 حدا يعني لا بس يعني جاوبت المشكله ما فين الا شيء. بس والله عن جد انت متخيله يعني حيوانات كمان عندهم لغه بيحكوا فيها. طب اذا قلت لك بشر بدنا بشر يعني انسان. لا انت سؤالك نو هو على فكره صح انه لحدا ما قلنا ليوتيوبر ما انت يوتيوبر ما انت بشر ما انت نور. حيوان انت انت اسم. انا تحمست قلت أنا. ايه رح اقول لكم لا بتقول نور عندي اسم هلا خطر على بالي انا تحمست لانه قاهرني الموضوع قاهرني كثير. حدا عنده حساب انستغرام هيك كبير والناس بتحبه حلو كثير حلو سوشي حلوه عيونها ملونين وهيك وجميله رح ابكي انا ما اقتنعت. بس نروح للسؤال اللي بعده انه شيء ما جاوبت هي ما اعرف بس ما اقتنعت من الجواب. يلا اوكي السؤال اللي بعده، كيف اقتنعتي تصبغي شعرك؟ احنا بنعرف انه شعرك غالي عليك وكان اسود وما شاء الله كثير حلو يعني كنت مشهوره بشعرك الاسود والحلو والطويل يعني وهيك. كيف اقتنعتي تصبغي؟ اللون حلو. هل لانه البراند دفعت لك كثير فلوس ولا لانه براند عالميه؟ ولا لانه اللون حلو؟ الاثنين يعني اللون كثير حلو. دفعت
للأمانة أول نقطة اللون حلو. يعني أنا قبل إجاني إعلان إنه أصبغ شعري بينك وردي، وكان مبلغ كمان كتير كبير وبراند حلوة يعني قوية كمان بالسوق، كان عندهم ألوان شعر وقالوا لي بدنا نصبغ بينك. قلت لهم لا، الشيء يعني ما بيناسبني، ما حسيت إنه بوقتها بدي أصبغ شعري بينك، فقلت لا. هالمرة لما اجوا اللون كان كتير حلو، الدرجة كتير حلوة، حسيت انه كتغيير كمان حلو وكتير كان شيء حلو. بس لا صار كان كتير حلو هلا حلك يعني كتير هذا اللون كتير حلو عليك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. على فكرة كتير عالم حابين هذا اللون اكثر من الاسود. يعني كله بيقول لي انه هذا اللون انه اعطيكي حيوية انه غير نور. انا بحب الاسود كمان يعني عادي. اوكي بحب اقول لك انه خلصنا الاسئلة للاسف. انتي جاوبتي على الكل. طب شو رايك تاخذي عقاب؟ لا. طب سنة ليش العقاب؟ تعملي انفولو لمشهور لمدة اسبوع او تبعتي رسالة لمشهور يا ريتني ما عرفتك. لمين كنتي عملتي انفولو؟ غيرنا وغير بنين واخوك. غيرنا انت يعني نو نو بعرفك شو تسوي لانه لا ما لا حدا لا لا خلص انا جاوبت. لا يعني مثلا انه مثلا يا ريتني ما عرفتك او انفولو او ازك بلوك عادي. والله احيانا بيكون في عالم بدك تعملي له انفولو بس انا ما بعمل انفولو. انا شو بعمل؟ ميوت. احسن شيء ريحت راسك. فلهيك يعني انا الناس اللي ما عملت لهم ميوت دائما بلاحظوا انه انا بشوف ستورياتهم. اذا انا ما شفت ستورياتك كثير معناتها انا خلص عملت لك ميوت. يعني كثير ليك شيك على ستورياتكم. ما حياتي. لا لا ما تشيكوا. بس عن جد ليه الواحد اللي يعمل انفولو؟ هلا صارت الانفولو مثل كانه يا ضربه لك خلص I hate you. لا مو I hate you بس انه كبير تقريبا. فميوت كأنك عم تنفولو. اوكي رح خلصنا هالفقرة ورح ننتقل للفقرة اللي بعدها واللي هي سؤال الجواب. ورجعنا لكم بالفقرة اللي بعدها واللي هي سؤال الجواب. الجواب الأول راحتي أهم. نعم راحتي. يعني أنا بدي أحط سؤال يعني جوابه يكون راحتي أهم. راح يكون هذا جوابك. أو يعني أنت سألت سؤال وأنا بدي أحط مخي بعقلكم و... أيوة. وأسأل سؤالكم. شو كان؟ أيوة أيوة صح. وين طيب هل بتحبي تسهري وتروحي حفلات كتير ولا بيتوتية وبتحبي الراحة؟ راحتي أهم. ما شاء الله قصير مننا قصير قصير مننا. يعني إنه ليك to be honest يعني لأنه أنتوا عايشين بدبي وبهالبلد يعني كتير حلو في كتير مكانات بتجنن. فأنا أول شيء بنسأله بس رفقاتي يتصلوا فيه إنه شو كل يوم تسهري كم تطلعي كم تفوتي؟ بقولن لا أنا بتفرج مسلسلات كورية. هلا مثلا في مسلسل كتير حلو المحامية او ماي جاد بجنن. انا عرفته مثلا مع بنين ومع كريم. انا عندي الاثنين ما شاء الله بنين وكريم بيحبوا الانمي. انا بحب الانمي بس انا يعني قبل من زمان كنت اشوف انمي. هلا الاثنين هدول مهووسين بانمي سو بروح مع هاد بحضر انمي بروح مع هاد بحضر انمي و سينما وبيت. هلا انتبهت انت عم تحكي انت كلمه مكانات. انت كتير مشهوره بهالكلمه بتحكيها اكثر من مره بس ما بتقولي اماكن بتقولي مكانات. والله جد انا اسك انت مكانات هي مكانات صح ما هي اماكن. لا الاماكن بس بتنقال باغنيه استاذ محمد عبدو الاماكن كلها مشتاقه لك. هي له الكلمه ما حدا يقولها غير ومكانات لك خلص بطلنا نقول الكلمه. الاماكن للاستاذ محمد عبدو اللي بيقولها من بعده بكون عم بقلده صراحه. فانا بقول مكانات. نحن شو نقول؟ طيب مكانات نيسيوس. يا الله عن جد ماشي. مشكلة عم تحكيها جد انه انا ما بروح مكانتك. يعني هي هاي الكلمة انه اختي انا بقول مكانات هاي بس كيف حالك؟ اوكي يلا اعطينا جواب. اللي اولى لنا اللي بدك اياه او اللي احنا الاثنين في واحد بيطلع سؤال يعني بطلب الطلاق. ول نحن تجوزنا لحتى نطلع. اوكي سهل استني انا ولا لنا ولا احنا الاثنين اثنيناتكم. اوكي اذا زوجك كل وحدة لحالها اذا زوجك خارج شو بتسوي؟ اطلب الطلاق. هيدي حلوه. انت شو سؤالك؟ لا انا اصلا ما بتجوز لانه بشوف اذا بخون ولا لا. انا ما بدي اعرف هيدا حياتك. هيدا سؤال اخر يعني. اذا زوجك قال لك اترك اليوتيوب شو بتعمل؟
واو والله جد درجة؟ طبعا يا بيدخل معي بالسوشيال ميديا يا بلا. طب واذا عندك اولاد؟ باخذ اولادي بروح ايزي. طب والله ليش من اول لانه بكون كاتبت له بالعقد الزواج. اوكي انا وياك بصور يوتيوب. ايه سهو بيكون غصبا عنه. اوكي بعدين مين بياخذ حضانة الاولاد؟ حسب محكمة وهيك بنشوف بعدين. نومنا اصلا رسميون. هو ياخذكم معك مو مجرب مو مجرب. بلكي عندك ثلاث اولاد. لا ثلاث واحدة ونص واحد عند ست امه. اوكي اوكي خلاص. اوكي الجواب اللي بعده بترك اليوتيوب. هاي لإلي؟ عم بتردوا لي اياها يعني؟ طبعا انه انا قلت لكم هيك انتم عم تردوا لي اياها. لك يا حبيبتي ممكن يعني شوفي. هل اذا فقدتي شغفك لصناعة المحتوى رح تستمري باليوتيوب؟ واو بترك اليوتيوب. ارفع لك القبعة. اوكي اعتبريها قبعة. دوري. بصرف كل اموالي. انا اصرف كل. اوكي سهلة كمان. يا جماعة انا كل شيء عندي سهل يعني. إذا حد من أهلك من غير شر مرض أو صار له شيء شو بتسوي؟ بصرف كل أموالي لحتى يتعالج جينيفك. واو I love you. واو لطيفة. كان قالت شيء قوي. هلا أنت كيف بدك تجاوب؟ لا خلاص هي بتصرف كل الفلوس على هيك خلاص بتطمن بصرف على كثير. يا ربي أمزح والله أمزح. إذا كان آخر يوم حلو شو بتعملي؟ أوكي عم تمزح. هي كمان بتعطي فلوس لأهلها إذا مرض حدا فيهم. نور إذا كان آخر يوم في حياتك شو بتعملي؟ أنا؟ بصرف كل فلوسي. صح أخذتي لي كل شيء تركيني شوي. أوكي لا شو اللي أوكي؟ أوكي نور تاني تسايق شلبة ما خلصت. أيوة كيفك؟ إذا ما جاوبتي بدنا نعاقبك. أيوة استني أنت صح 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 صح. طب هي حكت كل الاجوبه. نعم انا حعاقبك وعقاباتي يعني انت سوي لي طبيعه الانفولو وال غيرت معرفتك من اول حلقه. عم بتقلي اعملي انفولو من استني الا ما يطلع. يلا سهله سهله يلا. اوكي اذا ما في بصرف كل فلوسي سهله. خطرت ببالي واحد ثاني هلا. انا لا لا تحكيها الا ما تحكي. بس اذا على فكره صعبه ترى سهله صعبه يا انه يعني انا ما كنت افكر مثلا بهيدي تبع اخر يوم. جدني واحد حلوه جدني واحد حلوه. اوكي هاي جد ثاني مره تفكري تعاقبيني. اوكي اوكي اذا بدك تشتري شنطه مثل شنطاي نور شو بتعملي؟ اوكي 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 حلوه 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 حلوه. عشان ثاني مره تعاقبيني والله طلع لك واحده. لا بس عادي يعني رواق. بستثمر بستثمر. هذا ما بيعود استثمار بيعود فلاس اعلان فلاس. صرت امشي بالشنطه بمشي فيها مين اشتري. اوكي الجواب اللي بعده جاهزه لنشوف مين يعاقب الثاني. اوكي ياي صار تحدي حلو. الجواب هو بس اتزوج. امتى بدنا نشوفك عروس؟ بس اتزوج. لا نور نور حبيبتي نور صح كيف على فكره ايه كيف بتاخذ اشياء ايزي يعني نحن يعني اوكي يعني انت الواحد ممكن يشوفك عروس لما تتزوج يعني انت عندك بس في الحمام ما في غير لما تتزوج. لكن في كثير اعداد من قاعده بتسالوك العالم انه انت امتى بدنا نشوفك عروس؟ طيب سؤال تتزوج امتى فيني اشوفك عروس غير لما تتزوجي؟ مستحيل خلاص. شفتوا شفتوا لا شفتوا لا اوكي صح. ايش هالسهوله ما شاء الله عليك يعني. تفضلي دورك. شوفوا جايز انا كثير يعني كنت اوكي بس بعدين هن اعلنوا التحدي. بما انه انتم اعلنتوا التحدي لازم تكونوا قد التحدي. هذا الجواب كثير صعب. واللي هو بهرب من البيت. هذا كثير صعب. انت ما تجاوبي اول شيء. انت اول سري جودك فيه انا شك يمكن تحط علي يا جماعه والله انا لطيفه. اوكي بهرب من البيت. اذا فات حرامي على البيت شو بتعملي؟ ليش تحكي يعني انا بهرب من البيت. حكي حكي ما في نحكي. استني شو كذا عسير كانت خطر ببالها هي. يا جماعة أنا كل شيء عندي سهل شو أسوي؟ كنت أحكي واحدة بس أضطر. قولي قولي. إذا صار معك مصاري كثير شو بتعملي؟ بتهربي من البيت؟ خاينة. لو بهرب من البيت بروح على بيت ثاني. أي بيت بتروح عليه؟ اللي بشتري إلي. استثمار ولا عادي؟ شو أنا ما خليت أنا هاجمة عليها هي.
جاوب. بس حلو صراحه كثير حلو يعني انه هيك بهرب من البيت بروح لبيت ثاني. الله الله اهلك عم يسمعوا. نو بروح على بيت ثاني مع اهلي. بهرب من البيت مع اهلي. صححتي مشان امك يعني ما تذبحني مشان تفوتي البيت تطلعني من البيت. هي بتهربك قلت لك انا باي. اوكي الجواب اللي بعده لك هلا اخر شيء هذه يعني. انا ايه نحن بدنا نعطيك. طب دقيقه انا كم واحد انتوا اربعه اعطيتوني وانا ثلاثه اعطيتكم. اذا بدك تعطينا واحد عادي. لا احنا لا. اي طبعا حبيبتي. اوكي اخر جواب عنا يعني ما بصور معه. معه ما بصور معه. يلا يعني شاب لازم يكون. او معه عادي عادي بني شاب بني ادم. لا شاب شاب مو قطه مياو تسالين حدا. يوتيوبر. هل ممكن تصوري مع يوتيوبر أزاكي أو هو حدا منافق أو وجين؟ ما بصور معه. طب مين أزاكي؟ ما هذا سؤال آخر يعني. صح عن جد صح. طب عندك جواب أنت هلأ؟ تعطينا إيه جواب؟ إيه. طب شو معنى هيك عم تعرف جواب؟ عم تكتير شو؟ مفروض كان عزير خبرة أكثر مننا. أنا بعطيك هلأ جواب كتير سهل. أوكي 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 عطينا جواب. بما أنه أنت كتير بتحب الأسماء كتير هيك يعني بتعشقي انه نجاوبك باسماء انت كمان يعني اثنيناتكم انتم بتعشقوا الاسماء. الجواب هذا حيكون هذا الاسم بالذات ما تساليني عنه بهي الطريقه. هيك الجواب يعني ايه هذا الاسم بالذات لا تساليني عنه. اعطيني اسم غير اهلك واخوك واختك. اوكي سهل. شو كل وحده لحالها باي ثواني. شو هذا الاسم بالذات لا تساليني عنه. اوكي شو أوكي. صار مع رفيتك القديمة؟ لا اسم هذا الاسم اوكي شو صار مع رفيتك القديمة مريم؟ هذا الاسم بالذات لا تسأليني عنه. لا 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 بده يكون حقيقي. أنا شو عرفني عندك رفيقة اسمها مريم؟ أنا بدي يكون أشياء أنا بعرفها. وأنت بتعرفي أنا كثير بعرف أشياء بالدنيا هون وأنا يعني. بعرف سوشي. تعرفتي عليها؟ تعرفتي على مريم؟ اوكي عندي وحدة. هذا الاسم بالذات لا تسأليني عنه؟ طب ما في داعي نذكر اسم لأنه اوكي اوكي. شو رايك بنور ستارز؟ هذا الاسم بالذات لا تساليني عنه لانه لا الله كثير بيعرفه. ما حدا من جاوبت نو واي. اوكي ما شاء الله وهي والكل بيعرفه عم تزبطيني. لا حبيبتي ما في غش. انا قلت لك غيري وغير اختك وغير اهلك وغير اخوك وغير هذا. انا كل حلقه بحط الحق على شخص واحد بس خلص بدي اتركه بحاله هالمره بروم. هذا الاسم بالذات لا تساليني عنه. شايفين كيف الاسماء هيك بتحير وصعبه وكثير بتوتر وي صح. وانت بتحس شو بتحسي باتجاه اسم اطلانه كاندي؟ هذا اسم بالذات لا تساليني عنه. ها اسم قط كاندي اطلانانا اسمه كاندي ما بطيقون. بدنا بشر لو سمحتي. ما قلتي لي بشر. لا بدنا بشر حبيبتي. رجع رجع بالكاميرا رجع بالكاميرا. قلت بدك تعطيني اسم شخص. صح قلتي. لا صح فن. اوكي شو قال لك شو رايك ببرهوم مع الراوي؟ هذا الاسم بالذات لا تجيبي لي سيرته حرام من برهوم كل حلقه لازم. طب وانت اي اسم؟ ما عندي لانه اكثر شخص مقربين. ما عندي ما عندي. أوه. طب مين نحكي؟ طب نحن مين؟ حبوب برهوم. يا لا انت ليه عملتي له هيك؟ لا انا عم عملك يعني إلك. انت اذا شخص بتحبيه بتعملي له هيك؟ نو هي الك بس مشان هيك يعني مشان ما تشوفيني انت تشوفيها وقت الحلقه. افقول اقول كيف مقرب المقرب يعملوا له هيك؟ اوكي يلا ننتقل للفقره اللي بعدها. اعملي هيك. ليش حبيبتي هذا مو الك مقرب؟ نو شو علاقتك ببرهوم؟ خناقه كلها خناقه. صديقك المقرب؟ لا حبيبتي نو يعني شخص عادي بس. لانه حبيبتي برهوم بجنن. طب بجنن شاب طول بعريض بجمال مقرب الك؟ بشعر بجنن. بس فريند الك يعني مقرب صديق هو صديقي. انا صديقي. بس انت صديقك المقرب ولا صديقك؟ نو لانه كثير بنحكي انا وياه فانه بنضل نتخانق ونتخانق ونتصارح فانه يعني يعني طيب صديقك ولا صديقك المقرب؟ نو صديقي. ممكن يكون صديقك المقرب لانه ما عاد اثق بحدا انا سامع يا برهوم. اوكي بتعملي حالك لطيفه اكثر. حرام. هو لطيف يا لا والله انت مو حقيره صراحه يعني انت كثير طيوبه وكثير عسل بس بحس يعني احيانا العالم بتفهم القصص بطريقه مش صح. بعدين انتم يعني صغار بعدكم سو لسه ما مرينا بشي. Thank you so much. والله يا اوه ماي جاد خلص ننتقل للفقرة اللي بعدها. ورجعنا لكم بالفقرة اللي بعدها واللي هي لانا أولين بس
حنغير الاسم لبنين او وليد. طبعا نور هاي الفقره حتكون يعني مين اكثر بين بنين ووليد، وبنشوفك اذا بتعرفي اخواتك او اخوانك او لا. واخذنا الاجوبه من بنين، فتواصلنا مع اخواتك وشفناهم انه يعني شو اجوبتهم حتى نحلل، وقعدنا هيك 5 ساعات نركب الاسماء لحد ما نعرف مين الصح من الغلط. فانا جاهزه. انت بتعرفيهم بشكل عام؟ اكيد اكيد اخواتها شوي يعني في عقاب انه هيك. اوكي بلشي. يلا، مين أطول؟ وليد. برافو، أحسنتي. مين مشكلجي أكثر؟ وليد. برافو، ما هو بوكسينج يعني أي حدا بيفتح تمه دغري. وليد أو ماي جاد، وضربته. يا بتشل. ما جربتيها؟ يلا نانا. أوكي. إن شاء الله يعني. نحن رح نجربها شكلنا. لا لا. يلا. أوكي، مين بحب الأكل أكثر؟ بنين. أوه والله صح، بنين بتحب الأكل أكثر. شكلاً تعبتك. وليد ما، وليد كتير بيكي بالأكل، ما بيأكل كل شيء. أوكي، مين بيصرف مصاري أكثر؟ الاثنين. أوه صح. والله مكتوب الاثنين. عن جد الاثنين. يعني وليد كتير كريم، إذا عنده لك ألف بيصرف بيوم، وبنين نفس الشيء كتير كريمة يعني كل اثنيناتهم بيصرفوا. بس بيصرفوا على الاكل ولا على اللبس ولا؟ انا بشتغل وبدور بياخذوهم بيصرفوا. حرام عليكم. لا لا والله هن كمان بيشتغلوا. اللي بعده، مين مستفز اكثر بشكل عام والك بيستفزك؟ وليد. اوه مكتوب بنين. صراحه بنين. شو غير اجابه حلوه هاي. ليك تو بي اونست، الاثنين عندهم اشياء بتستفز. يعني مثلا بنين احيانا، مو احيانا، دائما ما بترتب غرفتها فبتستفزني. لا انه بطريقه مباشره انه بسوي اشياء كلامه وهيك كل شيء. يعني مثلا انا بقول لك ليه بتستفزني، بتترك غرفتها وبتجي بتحط ميك اب بغرفتي فبتخرب غرفتي فبتستفزني. وليد اخ يا وليد. شو عامل فيك؟ شكلي محمله عليه. لا بس وليد مو مستفز صراحه. وليد بعصب اكثر بس ما بيستفزك اكثر، وبنين بتستفزك اكثر لانه هيك ممكن برد برد. مكتوب بنين. هيك الاثنين اثنين. يا اثنين. اوكي، مين حنون اكثر؟ والله الاثنين. يعني حقول لك شيء، بنين ما بتفرجي حنانها بس بافعالها، يعني هيك بقصص بدون ما اعرف بتكون كثير حنونه. وليد كثير بفرجي حنانه. يعني اختاري واحد، هو جواب واحد. مكتوب واحد حسب انت بدك. اللي نو اللي بيبقى انه بشكل عام اللي بفرجي. يا ولا اثنيناتهم، بس وليد بفرجي اكثر. مكتوب وليد. وليد. وليد كثير حنون. يعني عادي اذا شافني انا متضايقه او حس من ستوري ان انا متضايقه دق لي اللي شبك ليه بيت مين بدي اخرب هلا. مين اجي اضرب انه هيك انه يعني لانه ليك نحن يعني وليد كمان ربينا وكبرنا بديترويت، فديترويت عندهم كثير هيك اللايك حدا يقرب على اختي. واو. اوكي، السؤال اللي بعده، مين بيحكي اكثر وبسرعه راسك؟ بيحكي 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 وليد. اوه مكتوب بنين. لا بنين ما لا كمان بتسرع راسي صح، بس وليد بيحكي اكثر. اوكي. يا حتى سريع بالحكي ما شاء الله وليد كثير. وعلى فكره وليد لما بيحكي احيانا ما بفهم، مع انه انا بفهم انجليزي بس احيانا هيك كلامه كثير سريع لدرجه انه لك عيد عيد قول سؤال ثاني. يعني بيدمج 50 كلمه بيعملهم كلمه واحده. واو. اوكي، سؤال بعده، مين بيضل نايم؟ بنين. صح مجربه. بنين نحن كمان جربنا. فات الصبح ما بعت لما ردت علي غير لما وصلتي انت على الاستديو. بس هي بتسهر، يعني بتسهر كثير فبتنام كثير. اوكي، مين بيهتم بشكله اكثر؟ بنين. صح. يا وليد اخر همه، يعني انا بدي اقول له روح قص شعرك روح. اوكي، مين ما بيعجبه العجب؟ كل شيء. وليد. صح. واو برافو. قلت لك كثير بيكي وليد، كثير ما بيعجبه العجب بالاكل. يعني اذا طبق بيجي بده ينكش ويشيل هاي ويحط هاي ويعمل هاي. اللبس كثير بدقق فيه وبيبحث كثير عن الشغله قبل ما يشتريها، انه هيك دقيق. يا فاضي وراضي. عاد ما عنده وقت. اوكي، مين بيتوتي اكثر؟ بنين. دغري بنين.
وليد ابدا مو بيتوت. وليد بتعرفي لما اجينا دبي يعني باول شهر تعرف على كثير عالم، اصدقاء، طلعات، فوتات، هيك خلص الدنيا. في عالم بيوقفوني بطريق انا رفيقه وليد، انا رفيق وليد. ام لك كيف بيتو شو عامل يا وليد؟ فكتير اجتماعي وليد. أوكي. مين صوته بيغزل الغناء يعني مو حلو ابدا ابدا مستحيل؟ ميبي وليد. مكتوب الاثنين والله. الاثنين يعني وليد بحسه كتير راب ممكن يزبط، بس غنى ما بتخيله. يعني انت الوحيد اللي بتغني بالبيت. موهوبه من يوم. اوكي علميهم انا بقول. اوكي مين عنيد كثير؟ وليد. وليد او ماي جاد عنيد. بس عنيد بس اذا انا بجيب كلمه طيبه بيرضى. يا بليز يعني هالمره يلا مشيني اياها. شاني شاني. اوكي مين اشطر بالمدرسه؟ بنين. صح بنين. طب انت ولا بنين؟ انا. طب انت ولا وليد؟ انا. لا انا بالمدرسه كنت شاطره يعني، بنين كمان شاطره بس وليد بالمره. تعترف ترفع عادي خلص فقعت ما. اوكي اوكي خلصت فقره والله جاوبت على كل شيء شايفين. اوكي بالفقره اللي بعدها رح نترك لك المجال لك، فانه خلص نحن تعبنا ونش فريقنا يعني حان وقت الانتقام. انا بسالكم يا لا انه بعد الفقره اللي بعدها واللي هي انه انت تسالينا بالفقره هلا حتجي جاهزه؟ جاهزه طبعا جاهزه. ما احلى كلمه تقولي جاهزه. بالفقرة الأخيرة واللي هي مو نحن رح نقدمها خلاص، نحن رح نسكت تعبنا كثير بالحكي. دورك تفضلي خذي راحتك ضخمي على راحتك. بسم الله. اوكي ويت ويت انا اسألكم كل شيء. انت رح تعملي كل شيء قدمي اي سؤال بدك اياه. نحن لا مو رح حتى السؤال فيه اسماء عادي. خلص فقعت معي لسه شيء ما نحكي حكي. اوكي اوكي خلص احكي لك الاسماء. اول سؤال بدي اساله تقريبا لسه. اوكي يلا بصراحة يعني يعني بعقلي وبحس انه لانه انا كمان عندي اخت في السوشيال ميديا كثير حابه اعرف جوابكم عليه. لو انت بتغير شيء بلين ولو لين بتغير شيء فيكي، شو هالشيء حيكون وليش؟ بلش انت خلي افكر. ابلش انا؟ خلي افكر. اوكي اذا بدي اغير شيء بلين انه تصير اجتماعيه اكثر وتصير انه تتفاعل اكثر على السوشيال ميديا وتتقبل النصيحه. هي تتقبل النصيحه طبعا بس بعد شو؟ بعد ما تقلب وجهها وتزعل. بس انه لا والله لين ما شاء الله عليها عم تمشي معنا واول ما كانت كثير يعني هيك، بس انه هلا افضل. بس انه هلا قديه شو كان بالي انا لين حاسه انه عندك لسته. لا صراحه مو كثير يعني، بس انه في عندي شغله كثير مهمه. نانا كثير متسرعه، كثير متسرعه بالحكي، مو انه متسرعه بالكلام، انه يعني كل شيء بقلبها بتطلعه دغري بدون ما تفكر شو تحكي يعني. فانه هالشيء بحس كثير بسبب مشاكل لي والها يعني. انت الحظ معي غصب عنا. فانه بس لو تغير هالشيء فيكي. وعصبيه كثير، كثير عصبيه، بتعصب من ابسط الاشياء. انت هاديه اكثر صح؟ فلو بس بطل عصبيه شوي. انا يمكن لاني عصبيه فبحسها هي بارده، مع انه هي يمكن طبيعيه بس بحسها بارده. انه سنانا يعني عصبيه بتحسيها يعني على اصغر الامور بتعصب، فانا بحسها بتغير. بس بتعرفي شو بيقولوا؟ بيقولوا انه الشخص اللي بيعصب بسرعه هو الشخص ما بينخاف منه لانه كل شيء بقلبه بيطلع هو هيك. اما الشخص اللي بضله كثير هيك ساكت وبحط بقلبه ممكن شوي يعني لازم تفكري بردود افعاله، لانه لما بينفجر مره واحده. صح. كنت واحد وبعدين حلو انه انتم عم تعطوا بالانس لبعض. صح يعني بنحاول نغير انه هي بتجن انت بتهديها. بالضبط. عطول انا صاحبه المشاكل. عطول انا بحب اخذ حقي، وفي كثير ناس ما بتحب هالشيء يعني، بتحب انه انت خلص بدها تحكي لك كلمه لازم تسكت. طبعا ما بصير هيك يعني بالحياه بشكل عام، انه خلص لازم تاخذ حقك لانه يعني انت كمان بدك تعيش، انت انسان. فانه اي حدا بيقرب علينا او شيء او علي انا باخذ حقي. يعني هي احيانا كثير متسرعه، مثلا بتصير تنزل ستوري على انستغرام بتقول لا ما تنزلي هالشيء يمكن تصير مشكله، يمكن تسوي هذه، يمكن مدري شو. بتسمع كلامي الحمد لله. سمي احنا عندكم بعض. ايه الحمد لله. حلو. واو. هون غشنا شيء والله. شايفين اسئلتي حلوه. خلص تكون هيك. اوكي هدايا حلوه. الحمد لله ما في اسئله. السؤال الثاني. بسم الله. هي ما فكرت فيها. انا بلاحظ، بحس كثير من الناس بتلاحظ انه انتم دائما بتلبسوا مثل بعض. ليش؟
من نحن وصغار. بس انتم مش توأم. لا ليش؟ هي اكبر مني. من نحن وصغار ما متلبسنا مثل بعض. ليش صراحه ما بعرف انا، بس من نحن وصغار صغار صغار يعني، فانه كبرنا ونحن لساتنا عم نلبس مثل بعض وتعودنا على هالشيء ويعني ونشان بهالشيء كمان وبتحبوه. بحب انه يمكن يعني اغلب التوائم اصلا ما بيلبس مثل بعض، فنحن مو توائم صرنا نلبس يعني مثل من نحن وصغار صغار ما متلبسنا مثل بعض، فهذا شيء غريب يعني بالسوشيال ميديا. نفس التسريحه ونفس كل شيء هيك يعني، معقول هي تعرفي كمان هي شغله فيها ايجابيه انا يعني مثلا انت اذا ما جاي على بالك تلبسي شيء او ما في فكره ببالك هي بتقرر صح. نفس الشيء انت صح، لو كل وحده بتلبس غير بعض انا شو البس ما اعرف بس بدي شيء احلى مني والله اغير لبسي. ايه والله بصير هيك انتوا ستايلكم بتحسوا نفس بعض. واغلب الاواعي ماما بتختارها لانه هي ما بتعرف شو تلبسنا اكثر يعني على فكره مم. يعني انتوا اللي عم تعملوه عن العقل بتعرفوا ليه لانه انا واختي مثلا وكل الاخوات بحس بيسرقوا من بعض الثياب، فانتوا عم تتفادوا. هلا هو صراحه في شويه سرقه شو بدها تسرق، ما هي عندها نفس اللي عندك. بتضيع كنزتها، بتجي خزانتي بتطلع كنزتي بطلع بعدين بعدين بقول لها انا وين كنزتي ما بعرف دوري عليها وين ضيعتيها انت. اه انتوا كمان بصير معكم. انا هلا كنت بقول انه لا انتوا حليتوا فكره انه انا اسرق من اختي واختي تسرق مني. انا شو اذا قررنا الاواعي قبل ما تجي باخذ من خزانته بحطها عندي. انت فضحتي حالك. بعد ادور انا بعرف انا ما فينا اقول شيء بعد ادور بخزانتي بخزانته. شفتوا يا جماعه حتى الاخوات اللي بيشتروا نفس لبس بعض بيضلوا يسرقوا من بعض. يعني كلنا بنعاني. ننتقل للسؤال اللي بعده. يلا شيء قوي بدنا اكيد نور. انت منيحه والله. لا عم تمزح عم تمزح والله. بس انت مو قويه. بدنا اقوى شيء حلو خليكي هيك والله كثير حلو مبسوطه انا. انا مو منيحه بالاسئله. وي جاد بتزعلي؟ نو ما عجبك اسئلتي؟ نو قويها قويها عليها من خمس. لا هذا استني عم نمزح. السؤال اللي بعده جايز هاي النظره بتخوف. ما بدي اطلع اسالي. يلا سالي بعده. انا بعرف ان انتم بتحبوا شعركم كثير وامكم يعني من انتم صغار بتطولكم شعركم، شو السبب اللي ممكن يخليكم تقصوا شعركم كثير قصير؟ اتبرع فيه للسرطان يعني انه اذا فكرت اقص شعري ما بروحه هيك يعني بقصه هيك لا باخذه يعني في كثير ناس بتستفيد من هالشيء بس انه انا يعني انه هلا يعني بحس انه بدي اياه يعني انه انا تعبت عليه يعني صار لنا اكثر من 11 سنه مو قصينه هيك كميه. لا لا هو سؤال افتراضي يعني اذا قصيتي شو السبب اللي ممكن يخليك تقصي قصير؟ فانت قلتي انا اذا بقصه قصير ممكن اتبرع فيه. يا سيب ده سبب السبب يخليني اقصه؟ لا لا هذا سبب كافي يعني انه يا هو يا. هذا سبب بالعكس هذا سبب كثير سامي وكثير يعني انه اذا عرفت حدا انه عرفته وهو بيحتاج اكيد بساعده يعني لانه في كثير ناس يعني هذا الشيء البسيط اللي عندي اللي انا بحسه عادي هو بيشوف شيء كثير انه طبعا اكيد وبيغير بحياه كثير طبعا فانه يس شايفين قوي اسئلتك حبيبتي. هلا غير جواب لانا يعني معها حق بس بحس اذا ملت منه يعني انه هي كثير بتنقبضت قصه بس ما بتحس حيطلع عليه حلو هيك يعني شعر قصير بس مبسوطه بشعري الطويل بحبه هلا هلا عم بحاول اعتني فيه يعني بخليه اكسف واطول يوم من الايام ممكن تلاقوني هون عادي يعني والله اذا نزلت مشاهداتنا هلا تذكرت اوكي حلو عندنا كل الاجوبه انتوا اختاروا كيف رايكم اللي بعده يلا او هذا السؤال افتراضي كمان اوكي اذا جتكم هديه سياره من متابع هل رح تقبلوها ولا لا احكي انت مشان ما يقولوا صراحه ما بعرف نو انا شوفي اذا شفته هو يعني طالعه من قلبه وانه يعني جد انه يعني معه هو فلوس يعني جابها هيك اوكي بقى يعني انه هديه بالاخر انه ما جاب لي اياها مشان يورجي الناس انه يعني انه شو نيته بس انه يعني ما فيني ما في شيء وراء يعني تخيلي انا اجي اعطيك هديه هيك ثقيله وانت ترفضيها بتحسي انه يعني حرام يعني انت ما ترفضي نو وانت هلا ممكن يكون في شيء وراء يعني بالهديه تفكير او شيء فانا شايفه اني انا متسرعه يا رب يمكن يكون في شيء وراه يعني بتقبلوها ولا لا؟ استشارة أهلية وهيك بتقبليها بس انا اذا كان عندي سيارة انه بقول له انه يعني في ناس ثانية بتحتاجها أكثر مني فانه باخذها وبعمل عليها جيف اوي لا بيعطيني اياها ثانك يو اليوم الثاني على ستوري جايز في عندي سيارة وصلوني 5 مليون اوكي اي ثينك هي اسئلتي خلص ما عندي سؤال بالعكس نور انت الطف حدا بيعطينا اسئلة يعني شلون اسئلة بالعكس خليها هيك يحكي حلو انه حابه كنت اعرف عنكم يو نو يعني في اسئله براسي من انا وتابعكم انه مثلا لبسكم هيك هل انتم بتحبوا هالشيء هل انتم مثلا
انه شو شغلات بتحبوها ببعض yeah. شغلات انه هيك قصص تعرف عليكم اكثر ف حتى الناس يعني بدها تعرف وبحس كثير عالم عندها اسئله بدهم يعرفوا عنكم كمان يا هي اغرب اسئله بتنسالنا على فكره كثير احلى اسئله صراحه كثير يعني مبسوطه بالاسئله اللي سالتني انه كثير سهله كانت انه الاسئله الباقية مين كراشك ليش بتصوري ليش خلص ليش ما بتصوري مع حد ليش عم اه والله يا والله طب مين كراشك البر هيك بتكون خلصت الحلقه يا جماعه نحن كثير مبسوطين انه انت معنا بالحلقه وعن جد من اروع الحلقات المنصوره وهذا فخر لنا انه انت معنا بحلقه كثير مبسوطين فانه ثانك يو سو ماتش ولا تنسوا تعطونا لايك يعني بعد ما خلصنا كل شيء حطوا لايك اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لنا منشر على اكثر لقطه حبيتوها بالحلقه واكتبوا لنا يوم تكون الضيف الجاي وشو رايك بالحلقه صراحه الحلقه حلوه كثير حلوه كانت تضحك صح وحتى نسيت شو سالتوني يعني انه هيك كان ما وترتك كان حديث كأنه نحن قاعدين عم نتحدث ونحكي يلا نحكي ومكانات حسيت هيك قعدة بنات مكانات الحلقة أبدا ما عجبتني ما حلوة أبدا ويو وات لا ما تحطوا لايك وخلصنا يلا بالعكس اللي بيميزك كلمة مكانات والبيضة إذا سمعت اسم مكانات بتطلع نور ستارت وين عن جد الناس ملاحظه ما بعرف انه انا خط انا بسمعها بتحكيها مرات بالفيديوهات مكانات ايه دائما بقول مكانات صح اوكي خلصت الحلقه ما راح اقول اماكن بتضلها مكانات مكانات خلاص ما بتستسلم هي اوكي شوفكم بمكانات ثانيه اوه شوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله بس باي.